يعني مؤكد الاتخاذ لقرار وتحمل مسؤولية قرار إخلاء العراق من القوات الأمريكية هو انتحار، هو انتحار ليس له بل للعراق بأكمله. وجود هذه القوات وإن كانت رمزية 2500 مقاتل يجلسون في الصحراء لا يتوازى مع عديد وأسلحة واستقرار القواعد الأمريكية في تركمانستان وفي باكستان وفي أفغانستان إلى حد ما الآن انسحبوا، وفي دول الخليج وتركيا. كل هذه القوى والقواعد مستقرة ومتناغمة مع الأنظمة السياسية الموجودة فيها، وبالتالي الكاظمي وجود هذا الوجود الأمريكي الشكلي هو يجبر أمريكا على الإيفاء بأحد الالتزامات في مذكرة في معاهدة بين أمريكا والعراق، وهي الحفاظ على النظام الديمقراطي في العراق. طلب العراق بالانسحاب التام للقوات الأمريكية من العراق هذا يخلي مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية ويحرمها من فرصة الدفاع عن النظام الديمقراطي في العراق وإن كانت هذه القوات شكلية. وبالتالي نحن أمام يعني موضوع يتعدى حدود 2500 مقاتل، الحضور السياسي والحضور الاستراتيجي لأمريكا والحضور المعنوي لها هو الذي يمنح النظام السياسي القائم مشروعيته وديمومته. غيابها يعني أن هذا النظام قد ينسف من القاع، وهذا ما تلوح به الفصائل الموالية إلى إيران في هذه المرحلة عن فساد هذا النظام السياسي وعن تابعية أمريكا وضرورة نقضه بالتام. إذا نحن ذهبنا إلى مرحلة صراع آخر هو مصير النظام السياسي في العراق، وكل إيران تريد له أن تنسفه وتحل محله نظاما على مقاساتها، وأمريكا تخشى من انهيار النظام السياسي في العراق، دخول العراق في فوضى وبلبلة وينسف إعلاميا وسياسيا أمام الشارع الأمريكي كل الجهود الأمريكية والتضحيات التي قدمتها لترسيخ هذا النظام. إذن هناك ضرورة ومطلوبية عراقية وأمريكية لأن يبقى هذا الكيان ولو رمزيا في العراق. هذا ما أعتقد يحرص عليه الطرفين في هذه المرحلة بلا شك.